كرة ملعوبة للمرة تحضير من جديد لصرع حماسة فريق دفاع حسنية الجديدي. الجزاء فرصة فرصية ممتازة ولكن هناك الحارس في مكان مناسب. كرة مباشرة في اتجاه بداية مهمة جدا اللي تابعنا لحد الساعة هو الإصرار لتسجيل الهدف. شوفوا الطريقة اللي جات من خلالها كرة كبيرة إذن لدينا لحد الساعة يا أحبة الكرام صفر مقابل صفر. فريق شوشان يتابع كرة مرة ثانية لصالح نصر فريق يوسف بناء العملية الهجومية استمدادها لمسوى الخط الأمامي. بداية كانت متحركة صراحة في الجولة الأولى لحد الساعة 15 دقيقة انتظار أن تصبح أفضل وأحسن. لك مشاركة يوسف برشيز ومركز عن ورم خمسة انتصارات ثلاثة عدو نقطة. الدفاع الحسني الجديدي كما يعلم الجمهور كريم بتوجه الفرص من عاشرة 13 مباراة لهذا مرات تعادلات طيور سفيد نفس عدد النقاط. ذكر أن فريق فيما فريق يوسفية برشيد عنده 6 ديال الهزائم. يوسفية برشيد كيجي في الرتبة الثالثة على مستوى الهزائم بالدوري الاحترافي المركز الأول رجاء الجملان، المركز الثاني الاتحاد طنجة وحسنة أكادير اللي عندهم 7 ديال الهزائم. مركز الثالث أو فريق يوسفية برشيد فريق أيضا نادي الزمامرة وأيضا فريق الجيش الملكي ولكل فرق عندها 6 ديال الهزائم لحد الساعة. ضربة خطا يا أحبة الكرام تأتي في هذه اللحظات والتركيز في انتظار أن نشاهد الجديد. كرة ممتازة ملعوبة داخل منطقة الجزاء لكن هنالك تغطية تأتي من جانب الحارس اللي في المكان المناسب. عرف أنه يأمن الكرة يأمن التغطية ويبعد الخطورة الأخيرة. كرة مباشرة في اتجاه تنس محاولات وإصرار وطموح ورغبة لمشاهدة الهدف الأول. ونصوفا ينطلق من الجهة اليسرى خطير بكير عنده إمكانيات محترمة. كرة ممتازة فرصة التصويب 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 كان بإمكانه أن يقدم الجديد التصويب الماضي ولكن كرة قوية من أقدام حسام معنان ارتطمت بالدفاع وبدأ ذلك تعود مرة أخرى لصالح عناصر فريق الدفاع الحسني الجديد. كرة ممتازة ملعوبة داخل منطقة الجزاء فرصة ولكن قبل ذلك هنالك رأي مرفوعة. طريقة الإصرار المستمر المتواصل لتحقيق جديد أي لحظة. كنشوفوا أن الكرة ملعوبة على مستوى الخط الأمامي تغطية وفي آخر المطاف كتمشي الكرة مباشرة إلى خارج رقعة الميدان. المحاولات المستمرة اللي بإمكانها أن تقدم فرصة لتسجيل الهدف الأول. مازال كنتظروا هز الشباك
اذا كنتظروا تحقيق الفعاليه على مستوى الخطا الامامي وايضا الظهور بشكل افضل على مستوى التغطيه. خطا يقول الحكم نعم كل خطا ياتي في هذه اللحظات. تابعوا هذه المحاولة ملعوبة من جديد على مستوى الخط الأيسر من العملية الهجومية، تعامل مع الكرات والإمكانية للظهور بشكل أحسن من جانب عناصر فريق خليفة الحسن الجديد اللي حاولوا لا يمكن أنهم يستغلوا الجهة اليسرى. فرصة من جديد ومباشرة إلى خارج رقعة الميدان. كرة من جديد لصنع عناصر فريق الدفاع الحسن الجديدي. بناء العملية الهجومية. محاولة الاعتماد على الكرة على مستوى الخط الأمامي ومباشرة عند الحارس. كرة مباشرة جال يسرى. كترجع مرة ثانية على مستوى خط الوسط بناء العملية الهجومية يسرى فريق الدفاع الحسن الجديد. شعيب المفتول يحاول ينطلق بالكورتو. تلقى على مستوى الخط الامامي اعتماد على الامارات يمكن انها تقدم جديد ومحاوله للانسلال والاختراق من الجهه اليسرى. شوف هنا طريقه الوصول للكره ولكن لم تكن بالشكل المتوقع بهذه المحاوله اللي كان بامكان. أداء مرة ثانية مستمر متواصل. شوف هنا الانطلاقة. كرة ملعوبة من جديد على مستوى الخط الأمامي. فرصة كانت التصويت في لحظة ولكن هنالك التغطية تمشي بعيدا شعيب ومع ذلك كورتو في آخر مطاف إلى خارج الخط الجانبي للملعب. المقابلة لا زالت مستمرة أيها الأحبة الكرام بالنتيجة المسجلة لحد الساعة وهي نتيجة 0-0 قبل أن تتحسن في لحظة بشهادة أهداف. هو الأمر المطلوب بشكل كبير بين فريقي دفاع الحسن الجليلي وفريق يوسفية برشيد. ليست المواجهة الأولى بين الطرفين بين الناديين بين الفريقين، سبق والتقيا وقدم انفسهما بصورة جيدة الموسم الماضي مباراة الإياب على أرضية هذا أو الملعب البلدي لبرشيد. كانت مباراة الإياب في الجولة رقم 27 من ملعب البلدي لبرشيد 1-1. سجل الهدف الأول يوسف شينا في الجولة الثانية من عمر المباراة وعاد الكفة في آخر 9 دقائق من عمر المواجهة لاعب المالي قناص. أولى البطاقات ويبدو أنها صفراء تحضر في هذه اللحظات من جانب لاعبين اثنين يحصلان على بطاقة صفراء.
من جانب فريق دفاع الحسن الجليلي 34 أيوب بن شاوي ويحصل على بطاقة في هذه اللحظات. ومن جانب فريق يوسفية مرشيد من هل هو هشام تايك مع رقم 2 سنتأكد. كرة ملعوبة مرة ثانية تحضير بناء العملية الهجومية يمكن يترفع الكرة داخل منطقة الجزاء. ماذا يقول اللاعب المميز السريع اللي عنده امكانيات رائعة بلال النجري؟ نعت له الكرة الأخيرة هجمة مرتدة مضادة محاولة المراوغة اختناق المراوغة أمر صعب في اللقطة الماضية. حاول من جديد هذا هشام تايك. نعم كرة ملعوبة على مستوى الخط الأمامي تحضير إمكانية الاستخلاص وإمكانية التصويب هل تحضر في هذه اللقطة؟ لكن يبدو أنه في آخر اللقطات تضيع. تعود مرة ثانية لتكون من جانب عناصر فريق فريق الأولمبيك السريع يوسفية يوسف برشيد. حاول من جديد على مستوى خط الوسط بناء العملية الهجومية. من يا ترى بإمكانه أن يضعها في شباك وليحرر هذه الجمعية ككل المتابعة لمباراة اليوم سواء في المدرجات أو عبر القناة الرياضية. كرة ملعوبة أمامية شعيب مفتول متركش من الكرة الأخيرة تعود لتكون كرة بين أقدام عبد الخالق رحبي رجاء لمحمد السوري ورحبي خارج الكرة غادرات الخط الجانبي الملعب. إصرار ورغبة لتحقيق هدف أول في المواجهة. كرة ملعوبة مرة ثانية هذه المنافسة لازالت مستمرة. كرة من جديد ملعوبة داخل منطقة الجزاء إمكانية للاستفادة من هذه المحاولة على مستوى الخط الأمامي. أعتقد أنه بإمكان نشوف هنا كرة ممتازة جانبية ملعوبة داخل منطقة الجزاء والإمضاء يأتي سريعا من ياسين الدابي. نعم كرة جانبية ملعوبة داخل منطقة الجزاء ياسين الدابي يضع الكرة في المرمى. الاسم الأسبق للمولودية الوجدية ثم الكوكب المراكشي اتحاد طنجة واليوم رفقة الدي اس جي رفقة الدفاع الحسن الجليلي. تمريرة جانبية وتعامل في آخر المطاف براسية سيسيو هنا الكرة بشكل ممتاز يضعها في المرمى معلنا عن الهدف الأول 1-0. الدفاع الحسن الجليلي ينطلق في تسجيل للهدف الأول في مباراة اليوم. كرة ملعوبة مرة ثانية من جانب عناصر فريق يوسفية برشيد والهجمة مرتدة من جديد لعناصر فريق دفاع الحسن الجديدي في خط الوسط. الانطلاق والمرور من عبد الفتاح الدريف في الجهة اليسرى مسجل هدف عن أيوب راسية مصوفة هنالك تغطية من جانب الحارس وحيدا كريم الهاشمي من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى هنالك أسامة حفاري. كرة إذن على مستوى خط الوسط بناء العملية الهجومية. رفع الكرة تعود مرة ثانية من هشام التيك يلعب كورته في اتجاه حفاري تغطية من جانب الدفاع البحث عن كرة على مستوى الخط الأمامي بإمكانها تحمل جديد. آخر المطاف تلعب للتمس
محاولة مرة ثانية لصانع فريق يوسفية برشيد. من بإمكانه يا ترى أن يستغل ثواني ودقائق المقبلة. كرة ملعوبة بالراس وتعود داخل مطاف الحارس. نعم النتيجة المسجلة لحد الساعة هي نتيجة هدف واحد مقابل شيء. تحضير لصالح فريق الدفاع الحسني الجديدي على أقرب الحارس حسين شادلي. يتمكن من كورتو كل شيء يطيح على مرات نص ساعة تجاوزا. تحدث عن هدف واحد مقابل شيء. ردة فعل فريق يوسف البرشيد كيف ستكون، كيف سيتعامل مع الدقائق المتبقية. كرة ملعوبة باتجاه هشام تيك يبعد الخطورة. تغطية هيثم عيني نزل كورتو كابتن وعميد فريق يوسف البرشيد. خرج قدم مدينة جيدة. محاولة في جهة ناشمي. ناشمي الحارس الأقرب ونصر عيث الرحيم شاف كرة خلق جل يسرى انطلاقة من سعيد جرادا. سعيد جرادا يلعب كورتو على مستوى خط الوسط. 1-0 تذكير من زميل ياسين سيتو بنتيجة مسجلة. كرة ملعوبة. محاولة الاختراق والدخول داخل منطقة الجزاء. الحكم يقول ما كاينش هناك شيء. يطلب اتمام اللعب وهذا كما يفعل فريق دفاع حسن جديد من حسن معنان. رجع كورتو حسن معنان يحافظ على الكرة ديالو. اختار كرة أمامية طويلة يمكن الحارس التقاط. نعم كما يفعل حسين شادلي حارس مرمى فريق يوسف البرشيد. تلقى هدف من خلال تمريرة دائرية جانبية وجدت راسية تبادي في المكان المناسب. ياسين مع الكرة في المرمى معلنا عن الهدف الأول. تحضير مرة أخرى لصالح فريق يوسف البرشيد. بناء العملية الهجومية الآن هل بالإمكان أن نشاهد محاولة سريحة للتهديف. كرة ملعوبة بشكل ممتاز للجهة اليسرى وهناك تغطية. تعود مرة أخرى لصنع ناصر فريق دفاع الحسن الجديد عن طريق حسام أمانان. أمانان غير اتجاه اختار الجهة اليمنى. الجهة اليمنى والانطلاقة الهجومية بإمكانها تحمل الجديد. هنا الانطلاقة مرة ثانية عن طريق من؟ عن طريق اللعب حسام معنان مع إشراك يوسف قردوم. قردوم يحاول على كرة ديالو اليوم يلعب كرة جاية اليسرى ولكن سريعة أيوب بن الشاوي ولو أنه يزيد في السرعة صعب عليه يوصل الكرة الأخيرة. يشير التيك رجع قوتو أو غدي. بناء العملية الهجومية الآن من جانب عناصر فريق يوسف برشيد. أداء طريقة اللعب تحسوا على أن فريق الدفاع الحسني الجديد محرر من كل ضغوط ويلعب بواقعية أكبر فيما فريق يوسف البرشيد مازال ملقاش النسق للوصول للمرمى. حسام معنان تغيير كلي جهة اليسرى تمرير في اتجاه سوفا. كرة عالية ولكن هنالك تغطية. عود في آخر مطاف لتكون بين أقدام عناصر فريق الدفاع الحسني الجديد. وهنا الاستخلاص من زكريا فاتي. زكريا فاتي يرجع للدفاع ليشارك في لمس الكرة وللقيام بالتغطية في وقت اللي هو لعب يمكن مهمة جدا في خط وسط وإلى على مستوى خط الأمام. كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط. طيب الحكم تعامل جيد مع هذه المحاولات. تحضير مرة أخرى على مستوى خط الوسط. رفع الكرة على مستوى خط الأمامي. فرصة وهنالك تغطية. تعود من جديد هيثم رحبي.
تغطيه من جديد، امكانيه الاختراق من يقول الحكم، هنالك خطا لصالح فريق الدفاع الحسن الجليلي. اداء يكاد ان يرتقي مع مرور الوقت. ممكن ثابتة تنفذ هذه المخالفة، المستوى خط الأمامي وإبعاد الخطورة. واحد صفر النتيجة مسجلة حد الساعة. ملعوبة على مستوى خط الوسط، محاولة التعامل مع العشر دقائق الأخيرة المتبقية من عمر الجولة الأولى. فرصة هذه محاولة من جديد. نعم الإصرار ومحاولة المغلقة وبناء العملية الهجومية. تعود بنشاوي لبعد الخطورة. كان المشاهد جديد كرة من جديد ملعوبة على مستوى خط الأيسر. رفع الكرة من الشوي، تحضير يمكن التصويب، سوف يعيد شارك في العملية الهجومية الماضية وبالتالي عودة من تسلل. تكونش في إصابة مؤثرة، ما تبقى من عمر هذه الدقائق. كيف سيتعامل معه كل طفل، كل فريق عفوا في اللحظات المقبلة، وكيف سيتطرق للدقائق؟ هل بإمكانه أن يحقق نتيجة أفضل على اعتبار أن المشاهدة مشاهدة مهمة جدا؟ إشارة شيرونا بعد الجماهير وخاصة بعد المدارس التي أتت لمتابعة تفاصيل هذه المنافسة وتساند فريقها هنا بمدينة الجديدة. أقول أن يكونوا في المدرجات مساندة ومتابعة فريق الدفاع الحسن الجليلي. هناك أيضا بعض الجماهير القادمة من برشيد لمساندة فريق سميات برشيد. تحية للجميع، كل المشاهدين، كل المتابعين في المدرجات صغار كبار. كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الأمامي، فرصة إمكانية الاختراق والدخول، ولكن في آخر المطاف هنالك تغطية تعود مرة ثانية لتكون الكرة بين أقدام عناصر فريق سميات برشيد. البحث المستمر المتواصل، شو جميلة في المدرجات بعض المراسلين المتابعين للمقابلة، وأيضا هنالك محاولات على مستوى رقعة الميدان للعودة من جانب فريق سميات برشيد. لكن دفاع حسن الجليلي لحد الساعة عرف كيفاش أنه يسجل هدف ويتابع في نفس المنوال في نفس المسار. كرة ملعوبة من الجهة اليسرى، رفع الكرة على مستوى الخط الأمامي، الإنزال وإبعاد العملية الهجومية الأخيرة، ولكن في آخر مطاف يمشي الكرة مباشرة في اتجاه تماس. تماس يحضر في هذه اللحظات مع البناء الهجومي اللي بإمكانه أي لحظة أنه يقدم جديد.
الجديد هل بإمكان أن يكون للأبيض أم سيكون للفريق الأسود اليوم؟ أيهما سيختار؟ أيهما سيحتار؟ أيهما سيكون له القرار؟ كرة ملعوبة من الجهة اليسرى بحثا عن الانتصار في هذا المشوار لبطولة وطنية احترافية. الشطر الأول يصير لينتهي والشطر الثاني سيحمل الكثير الكثير من الأسرار. كرة ملعوبة تحضير في الخط الأمامي، يمكن يترفع الكرة على مستوى الخط الأمامي ولكن في آخر المطاف تمشي الكرة مباشرة لتمس. هذا الشوتيك يلعب كورتو تحضير لبناء العملية الهجومية. ترجع مرة أخرى لصوغا، ينطلق لصوغا، لاعب سريع ميكيل عنده إمكانياته الجيدة والواعدة اللي بإمكانه في لحظة أنه يستخلصها وأنه يقدمها لعناصر فريق دفاع الحسن الجديد. هادودي هادودي صاحب الراسية اللي أطلقت صراحة الحارس حسين الشادي في الأولى، كرة ممتازة ودخول داخل منطقة الجزاء ورايا، وخطأ خطأ قبل ذلك يعلن عنه الحكم معلنا على مخالفة مرتكبة من جانب لاعب فريق دفاع الحسن الجديد من المغرب. لعب للدافع قبل المحاولات بحثا للاستفادة من الكرة الأخيرة. كرة من حفاري مع أطلع حفاري، حفاري بعد ذلك تابع كهني الانطلاقة فرصة ضايعة في آخر المطاف. مشوار لا زال مستمرا، لا زال التنافس كبير، رغبة جامحة من بإمكان يترى أن يكون الأفضل عن مصر ورقة النداء. حاول من جديد مع ناصر فريق الدفاع عن حسن الجديد الهودي لقردوم، قردوم يلعب كرة جنوبية الشادي يسرى بالشوية التحضير ولكن في آخر مطاف تضيع، تعود لصالح فريق يوسف فرشيد اسمه مرتدة مضادة، يمكن تبديلها من جانب من من خلال الانطلاقة الهجومية ولكن اعتقد ان هنالك تغطية هنالك تدخل. انطلاقة من محمد السوري اللاعب اللي انطلق من الجهة اليمنى، اتمنى ما تكونش في صمة مؤثرة، هيثم عينة قريب ايضا عين الامور، سمير قزاز قريب استطام الكرة بالوجه مباشرة، استطام الكرة بالوجه مباشرة، محاولة لإبعاد وتشطيب الكرة الأخيرة وما أثار وهو ما خلف الإصابة الماضية. أعتقد أنه محمد السولي تلقى كرة قوية الوقت اللي كان مبدأ الأمان والسلامة وتشطيب الكرة إبعاد الخطورة من معترك فريق الدفاع الحسن الجديدي. إلى المجري يبقى لاعب سريع، لاعب متحرك بإمكانيات جيدة التعامل مع الكرات على مستوى الخط الأمامي. ضربة خطأ سوري إذن خارج وقت الميدان، ينتقل الأنفاس أغلب ده سيك من المواجهة سيك من المشوار ومحاولة الآن من جانب عناصر فريق الدفاع الحسن الجديد بناء العملية الهجومية. تحضير في خط الدفاع إشراك كدودي ثم إعادة الكرة من جديد لأيوب الشاوي، يرفع كرة من مستوى خط الأمامي ممتازة ممتازة عملية افتراق وخطأ يقول الحكم شاتيك سقط الأرضية في الميدان عرقلة أثناء الافتراق الأخير. الوقت يمر
الوقت يمر، سنلعب بعد 4 ثواني دقيقة الأخيرة من نهاية الوقت القانوني الجولة الأولى. رشوة كثيرة وبالتالي أغلب الدم دقيقة إلى دقيقتين كأقصى تقدير، وقت بدل ضائع هذا توقعي في انتظار ما اللي فات. كان سيشير الحكم سيدي الغزاز، كرة ملعوبة الآن على مستوى الخط الأمامي، فرصة من أجل اختراق ملعوبة ولكن في آخر المطاف تجاه تماس. تماس يحضر في هذه اللحظات المحاولات الهجومية، البحث المستمر، انتظار اللحظة المناسبة لانقضاء على المرمى. فرصة مرة ثانية، انطلاقة هجومية بلال مغربي، يمشي بلال يسرع، بلال كسام ينطلق من الجهة اليسرى يبحث عن المرور، يراوغ الأول ويحصل على مخالفة، يحصل على مخالفة. شوف هنا لحظة مخالفة اللي جات نو ما تكونش يسمى مؤثرة، طبعا الآن جوج ديال الدقائق يضيف الحكم كوقت بدل ضائع، جوج ديال الدقائق ويصدر الستار على الشوط الأول من عمر هذه المباراة بعد انقضاء الوقت القانوني. أيوب الشوي يرفع كرة ولكن بعيدة تماما، بعيدة تماما إلى خارج رقعة الميدان. صار وين وين يا بن شوي؟ يعني على تنفيذ هذه الكرة من جانب الحارس حسين شادلي، يلعب كورتو عوغادي، هيثم عينا عوغادي، حسين كرة مرة ثانية على مستوى الخط الأمامي، عينا بناء لبناء عملية هجومية ممتازة من جانب عناصر الفريق. يوسف البرشيد من عينا لعوغادي، من عوغادي لأيتو رحبي لأيتم عينا، يمشي أيتم يختار كرة أمامية ولكن لا أقرب الدفاع. أقردوم قرأ بشكل جيد وبشكل أحسن، كرة جميلة لانطلاقة أمامية ممتازة، هذا مصوفة، مصوفة ممتازة، كورتو تغطية الدفاع، تغطية الدفاع أمام نزام الحارس. كرة مرة ثانية في انطلاقة، شوف هنا مصوفة، مصوفة يعني حارس لم يتمكن من إيقافها في الوهلة الأولى، تغطية من جانب الدفاع فقط، تعود لتكون هزمة مرتدة. حكم يتدخل يقول هنالك مخالفة، أداء تقييمي جيد لحد الساعة، قريب من كل عمليات سبيل الإكساز متابعا كثاب ما يحدث على مستوى رقعة الميدان، والأمر اللي يخليه أنه يشوف الأجواء العامة اللي تباري تلعبين سليم أمر الحكم، وهذا أمر مهم. شوف هنا فراقة رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، كرة ممتازة والحارس مكان مناسب، الحارس مكان مناسب في هذه اللحظات أيها الأحبة الكرام. الرجاء ربحوا بجوج، ربحوا بواحد زيرو الرجاء ربحوا بواحد. ألي زكو الدور ديالك فهم
والله العظيم اللي سهلتيني معك كريم قضية عندك مسافر والله تتلف خيش عارف راسي شنون ما مع ليلة انك تشريك وتخسرت الفلوس باش تكون مبلغ ما مع سكين الرحالة ونخليها يعيش يحيي النفس اسمع نقول لك جوج الكلمات الموضوع عندك مابقاش سهل ماشي علاقة عادية غدا ولا بعد غدا غادي يصبحوا دراري كي خصك تحسن صاحبي انت راه صاحبي قريب ليا شفتك باش تعاوني تلقى معايا الحل ولي خصك تحسن الحل موجود عادي سهل جدا تخليك مع سكينة لأن سكينة حاملة غادي تولد في القريب العاجل وغتمشي عند ليلى وغتشرح لها الأمور بكل تلقائية بكل بساطة بكل أنفة وتقول لها كتاب مكتوب ما عليه هروب كيف تفضل شو عندنا إذا الكتاب مكتوب ما عليه هروب عادي أنت لا كنت رأيك تحب شو تقول زهرة هروب سكرة في درسك حرام عليك يا ابا كريم تقول الكلمه 25 سنه ديال 10 محبه غادي تقول لي غادي نلوح في العافيه كان خاصك تقول لي شكرا السيد تعامل اللي جبتيني من العافيه غادي نقول لك واحد جوج كلمات مره اخرى ولي اخر مره تو او تاخ غتصبح اب لقى راسك في حلقه ما يفوت الفوت الله وقراش واش قالو عيط عليا داك لافور داك الصحراوي كي داير غادي نمشي شي صحراوي واش قالو صافي خير اخويا غير غير في الاخر تشهر عندي انا الله يرحمه شوف ماشي شي كيف اللي بان ايه دابا نشوف ايه راه خاينه بغا يبيع واحد التيكيت شي حاجه 2000 درهم ما طابش فيه زيد شي 400 درهم قول زيد هادشي راه شتو عندي هادشي راه كنت قريب ماشي 90 هادي 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 90 هاد
شي تعامل هذاك واخا هكاك الخو اللي جيعان دينا واحد خو جوع جابو من العروبيه واه راك عارف داك الشيء يكونوا جايين من العروبيه الجوع النوع البربره تدور المعلم شي بالغربه تصور تصرف مزيان باش يتصرفوا معاك الناس مزيان هاد الغربه تدور هاي اللي بحال دابا هاد خو هذا هاد الصحراء ولا مشى تتحنسر كاين اللي يوقف معاه بحيت اصلا تيتصرف مزيان معايا عباد الله خوه الا مشى تتحنسر فهمتيني ما كاينش اللي راه يعقل عليه شي في الغربه غير تصرف مزيان تعامل مزيان هاكا ماشي تعامل مزيان انت ديك الدرجه انك تكون كاع مدمدم تعامل مزيان وصافي معايا عباد الله الا كان بامكانك تعامل غير تعامل الغربة راه ماشي اوروبيه اللي صحابك انت عندك تقاعد عندك وريقات راه هذه الامارات راه خدمه في المغرب احسن من خدمه في الامارات راه ما خدام راه انت خدام انت راه ليه جالس تشد نجد دبان ما عندهم لا قانون لا والو مشاو اخويا الله يبارك فيك شنو قلبوا على راسنا نكتب عليه بقاو كذا نبقاو نقصاو في هذيك الدرجه جوج دريالات اللي عندنا شنو دارك عليه؟ يقول لي صافي نبقاو نتشكاو عليها حتى هي وصخاو ثاني شادين وتنحاول دابا نجمع 2000 درهم باش نصيب فيزا بلا جوج المليون فهمتي؟ هذيك المليون اللي كانت عندك ديال 3 درهم بيها جوج مليون بيها جوج مليون جوج مليون لا عطاتني مي غير مليون انا ومليون اخر فيها؟ مليون باش يخرجوا فيه داك التحتاني شنو هو؟ داك التحتاني كاع باش يخرج بحالو 160 هات القرار لا 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 هذيك ما تعرفش اخويا في اي لحظه يمشي يوقف عليك خونا يدق عليك يدقوا عليك خلص انا هذيك نخليها ماشي مشكل هذيك فهمتيني؟ وانتي على بالي ملي نمشي وبالي مسهل سيدي ربي بحال كل فهمتيني؟ مسهل بحال سيدي ربي بحال لا لا هذيك ما تقصد تبقى هذا ما يدي بيجري تماك ديك الساعه فاش يوقف عليك يقول لك فلان راه عاون القضاء اجا اش كتبقى دير ديك الساعه خاطر بحال الحرش غتقلب تجري فين اللي غيعقل عليك حتى خدمه كتعيني بزاف وما فيهاش فلوس كامل اسمع شادي نقول لك انت مليون ما تفكر في حتى شي حاجه فكر في راسك فكر في هذا مليون مليون خلاوها باش يخرجوا داك التحتاني اش عارف نصيب فيزا فهمتيني لا ما لقيت جوج المليون طيب فيزا ولا ما لقيت جوج المليون و جوج مليون نشري بيها غا تيكيت ديال الطيارة صافي و نخلص بيها الكرا فهمتيني المصاري صار خمسة واقيلا صار خمسة ياك ورمضان شو خدوا اخويا ورسالة عمنا سيدي ربي فاش ما كانت تخشب سيدنا ربي مقدو امورنا.
تبطل شيء شوف ايش بكت ماكن سيكيريتي باش ماكن كي تشد غا 2000 درهم في الشهر وتكون سكنة على حسابهم بخير موت هيتو عليك عاوتاني اليوم حياتي يا الاخر صاحبي انا كنت 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 تقودت لا يعني الزمن بو اكون قاعد يكون ترجمون لا ما خصوش الهضره شتف على والدين امو دي معروفه هي انا بغيت ندوز حرفه بحال كدا يجي ندير مع الرب ديال هو هو اش وريهم اش بغا شنو يصلح شنو يصلح ما تبغيش معايا كوزوز تفوت معايا الحدود نضرب دين امك يبان لك البرق قدام عينيك تقودي خد خد شتي فلم ولي دين امك دير بحالي انا هنايا مقودين جو فلوس لاباس على مقودين لهم تقبوا امك دير بحالي انايا في هاد الارض هادي ما تنصر حد ما تنصيب مع حد احترام سلام سلام تكتب الحدود نعرفوش عليا الحدود نعرفوش معايا الحدود ما يحس بها نسقط على مول الوجه نصلي غادي كامل غادي نسقط غادي غادي نصفايش نصفايش كملت معاهم الصباح غادي نشرو كملت معايا كملت معايا كملت صافي هادي شويه عقد عقد تاعهم مسؤولين شكل ثلاث مرات مسؤولين عليا هي هادي ورد ورد كيس سيارة بيها تفهم هذا بعيدة بلي مرحبا قد رخي عبد الرحمن بقى نور عشر عاون هنا في ناس نرى في الغريب ولا من جهة في جهة قلي رح سنة رح ساعة ونصر عن الأخ عن جهة رح أجيب عاود بلا من جهة قلي تكشيب هذا لي هلي ساعة شبه عبد الرحمن يقولي تقوي قلي تقوي بلا إلا أقرب برمولة قلي تقوي لا ما يتصر شريك بني مقاول ليش لا بيت لما قاول ليش تفوتش معايا الحدود تفوتش معايا الحدود نضرب مك تغبر تغبر الدموع ديالك يهبطو كل شي نتقبلو الا قلة الاداب الحدود وخاصة الهرقاوة ديالي هنا غير هرقاوة ديال الخلادين امو من السرحل كاين شي وعدين ديال التصرفيق اخو كذب عليك والله كاين شي وعدين ديال التصرفيق قبل ولا مهام الرجاء أمن الانتصار على حساب بيتا كبيب من جمهورية الكونغو والموقع من الدفاع بثوب المهاجم بدر بنون في الدقائق الأولى من عمر المواجهة. إذن هذه النتائج الخاصة بالأندية الوطنية المغربية في منافسة دوري أبطال أفريقيا في انتظار القادم الذي نتمنى أن يكون جيدا وممتعا. كرة ملعوبة على مستوى الخطر الأمامي لفرصة ونلك معاً بالخطورة تعود مرة ثانية لتكون بكرة عناصر فريق سلاف برشيدة سريع المكير مسوغ لحد الساعة مراكيش الوقت مراكيش المكان مراكيش المساحة سايمون سوفا لاعب التنزاني ذو 26 سنة لاعب يانغ افريكانز التنزاني قبل ان يوقع في كشوفات الدي اش جي يبدو انه مازال ما كشرش على المياه الهجومية بشكل مناسب.
شوفونا العكادي يلعب كوتو مع هيثم عينة. هناك حوار انسجام كبير بينه وبين هيثم عينة. عكادي وهيثم عينة. كرة من هيثم. يعيد الكرة من جديد للخلف عكادي. عكادي تحضير لتكون عند أمين أبو الفات. تحضير في خط الأمام حفاري. أسامة حفاري. انطلاقة من جديد جهة اليسرى ويحصل على هذه الكرة عبد الصمد مياني. خطأ شفنا طريقة المرور المشوار كيف سيكون. ضربة الخطا الكرة ثابتة وعبد الخالق ايت اورحمي على بد ان يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء. نعم لكن يختار كرة مباشرة بامكانها ان تشكل خطورة امام التغطية في مناسبتين اثنتين من سفيان رحمه. نعم رمس التغطية شفنا المحاولة كيفاش نتمكن من الكرة الأخيرة. سفيان بن رحوس 20 سنة حيث السابق في الكوكب الرياضي المراكشي. كرة ملعوبة من جهة اليمنى حاول تمثيلها ورفع الكرة من هيثم رحبي راسية افتجاه مصوفة أو غادي فطن للعملية الهجومية الماضية ووقف سدا مبيعا أمام الحملة الهجومية التي كان بإمكانها أن تقدم جديد ولكن في آخر مطاف التغطية ومباشرة في الثلاثة. الانطلاقة والمحاولة والانتظار والترقب والبحث وكل شيء موجود في هذه المباراة ولكن من بإمكانه أن يستخلص كل هذه المحاولات الهجومية بشكل مناسب. هنا على ما يبدو إصابة نتمنى لا تكون موافرة. يتعرض لها مع فريق الدفاع الحسني الجديد ساقط على أرضية الميدان ياسين الذهبي اللي نتمنى أنها ما تكونش إصابة موافرة بإشارة والمسجل الهدف الوحيد في المباراة اليوم. المسجل الهدف الوحيد في مباراة اليوم حاول أن يرفع هذه الكرة الجانبية وكان أمامه صخرة صلبة بقيمة عبد الخالق الرحبي. إذا كرة ملعوبة من جديد لدى أش جي في محاولة المرور. الحكم يشوف كان هنالك لمس يطلب أو يقول هنالك مخالفة تنفذ بناء العملية الهجومية الآن. استمرارية بإمكانها أن تحمل الجديد في أي لحظة. محاولة ملعوبة بشكل ممتاز من عكادي. عكادي رجع الكرة للخلف. تحضير مرة ثانية. رفع الكرة على مستوى الخط الأمامي بإمكانه أن يحمل الجديد. كرة ملعوبة بناء العملية الهجومية من الجهة اليسرى. الإنزال والانتظار هذا مميز لحدث على مستوى خطأ لبين فرصة افتشاء أسامة حفاري يمشي أسامة خطأ والإنذار يأتي في هذه اللحظات. الإنذار يأتي في هذه اللحظات. هذا القرار واضح وبطاقة صفراء على مروان هدودي. مروان هدودي رقم 20 في تشكيلة فريق الدفاع الحسني الجديدي يحصل على بطاقة صفراء لاعتبار أنه ارتكب مخالفة. محاولة كان بإمكانه أسامة الحفاري أنه يخترق يشكل خطورة. غردوم أيضا كان في التغطية على مستوى الخط الأمامي. لو مر كان بإمكانه أن يخلق مشاغبة هجومية. عندنا عكادي هو من يسعى إلى التنفيذ. هو من يريد أن ينفذ. يأخذ وقته الكافي. هيئ نفسه. يوسف عكادي عشان يبقى عن خلق يتورح به لكن مرشح عكادي. لا خلي ورحبي كرة ممتازة. غلط الجميع
عبد الخالق ايتو رحبي لم يكن مرشحا بتاتا للتصويب. 26 سنه العام السابق للكوكب الريالي مراكش وشباب بنقرير يلعب كره تلمس الشباك الخارجيه كان بامكانها ان تقدم جد لدرجه ان الحارس اصيب التدخل الماضي الارتباء وكان بامكانها ان تخلق الحدث وان تكون في الخط في الزاويه 90 في نهايه الطلات بالشباك الخارجي. جانب الجماهير التي تتابع عن كثب جانب فريق يوسف برشيد والحارس ساقط العطيه في الميدان سفيان براحو اتمنى ما تكونش اصابه مؤثره. مشوار بامكانه ان يصبح حسين مع مرور الوقت. ذكر بان الدفاع الحسن الجديد عنده 4 انتصارات فقط ركن من مباراتين داخل قواعد ومباراتين خارج القواعد. داخل القواعد 1-0 على حساب اولمبيك خريفكا و 1-0 على حساب رجاء بن بلال وخارج القواعد 3-1 على حساب الجيش الملكي و 2-1 على حساب نهضه سنمره. هذوما الانتصارات 4 2 داخل القواعد و 2 خارج القواعد. نشوفوا هنا محاوله تعادلات 5 تعادلات جوج منا بصفر مقابل صفر امام اتحاد طنجه وامام مولوديه وجده وثلاثه بواحد مقابل واحد من فرق كان رد بركان كاولمبيك اسفي كسريع وابد. من هزائم فلحد الساعه بلغت 4 هزائم 3 منها خارج القواعد وواحده منها هنا امام الوداد الرياضي 1-0 من المغرب تطوالي 2-1 من كبري تطوان أمام الحسنية 2-1 أيضا من الحسنية هناك بأكادير ثم 2-1 أمام الفتح الرباطي أمام تيس اتحاد الفتح الرباطي. كرة راسية في اتجاه صوفا يحاول يمر تغطية ومباشرة تعود لعناصر فريق يوسف برشيد على احتفال بالكرة الماضية ثم اللاعب في اتجاه أيتو رحبي وصلنا معنا ينطلق بالكورسي يمكن يترفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء سنشاهد كره ملعوبه والحكم يقول زاويه. حدثنا فريق الدفاع الحسن الجديدي شوفوا فريق يوسف برشيد اللي عنده 5 انتصارات في حد الساعه 4 منها داخل القواعد امام الرجاء 3-2 امام اولمبيك اسف 1-0 امام حسن تكادير 3-1 ثم امام رجاء بن بلال 2 اهداف وقبل الشيء. انتصار الوحيد خارج القواعد كان امام الجيش الملكي 1-0. مستوى الخط الأمامي تحضير يمكن يترفع الكرة داخل منطقة الجزاء. نعم كرة مميزة تصويب بإمكانه أن يقدم الجديد محاولة ممتازة دخول داخل منطقة الجزاء ضيع ما لا يضيع. هدية لا تأتي كل مرة هدية كان بإمكانها تكون في المرمى كان بإمكانها تكون في الشباك. ياسين يا ياسين ياسين الدهبي كان بإمكانه أن يكون ذهب اليوم كان بإمكانه أن يضع الكرة في المرمى معلنا عن الهدف الثاني وتأتي بطاقة صفراء. عبد الخالق أيتو رحبي يحصل على بطاقة صفراء. فريق يوسفية برشيد حدثنا على 5 انتصارات 3 تعادلات كلها بنفس النتيجه 1-1 امام المغرب التطواني نهضه بركان والفتح الرباطي فيما عدد الهزائم ليوسفية برشيد وصل الى 6 هزائم
6 زائم 4 من خارج القواعد. بدر بيضاء من الوداد 3-1، بوجد من الولدية 3-1، بطنجة من ليرتي 2-2 مقابل شيء. ثم نتابع هذه العملية الهجومية، يترح به ينطلق بكورتو، لكن هناك راهي مرفوعة، هناك راهي مرفوعة، تسلل والحكم يتدخل قبل ذلك، يعلن على مخالفة. نعم يعلن على مخالفة، نعم خطأ يقول الحكم. شوفوا هنا قلت فريق يوسف البرشيد منيا بأربعة هزائم خارج قواعده مع تسجيل هزيمتين داخل القواعد أمام الزمامرة وأمام فريق سيري واتزن. سيري واتزن أربعة أهداف مقابل شيء، لكن أمام تغيير ياتي في هذه اللحظات، تغيير ياتي في هذه اللحظات، يغادر رقعة الميدان محمد السولي ويدخل مكانه طوبيو كوليبالي. والقانون يطبق بحذافيره، اقرب منطقه لخط الملعب غادر منها دون ان تتوجه الى منطقه دخول اللعب لعدم تضييع الوقت وللاستمرار ولقانونك خاصة بكرة القدم. تصويب الآن قد تكون مباشرة. نعم أمين يا أمين أمين أبو الفتح، كان بإمكانه أن يفتتح التسجيل لصالح يوسف برشيد بذكريات رشيد الدودي، بذكريات القرقوري، بذكريات نجوم كرة القدم الوطنية من خلال التصويب مع معاذ. كرة عامة بهذه الطريقة بهذا الأسلوب داخل منطقة الجزاء، والحارس في المكان المناسب إنه حسين، إنه سفيان بن رحو الذي يتحمل عبء المحاولات الكبيرة والكثيرة القادمة من جانب عناصر فريق يوسف برشيدة. كرة ملعوبة على مستوى خط الوسط لعناصر فريق الدفاع الحسن الشيبي. ونشوفوا الطريقة على مستوى التمرير، على مستوى التصويب، حارس يقد يتبع يتتبع وطاف كل كرة وصاف كل كرة. كرة ملعوبة الآن وخطأ يقول الحكم لصالح عناصر فريق يوسف برشيدة. 1-0، نعيش على إيقاع الهدف الوحيد الجولة الأولى، دقيقة 26-27 الجولة الأولى، غير ذلك المقابلة لم تعرف هدف، هناك بعض المحاولات لكن لم ترقى للمستوى الكبير. كرة من جديد لصالح عناصر فريق يوسفية برشيدة، يمكن يبنى العملية الهجومية الآن. اختيار السبيل والطريق والمسار اللي بإمكانه أن يقدم جديد لصالح فريق يوسف برشيدة على مستوى الخط الأمامي قصد التعادل. فيما دفاع حسن الجلية يعتمد على الهجمة المرتدة مضادة الخاطفة اللي بإمكان أن تحمل جديد. خطأ يقول الحكم صالح فريق الدفاع الحسن الجليلي. شوفوا هنا كرة ملعوبة مرة ثانية على مستوى خط الدفاع. هنا العملية الهجومية مرة ثانية، يمشي الجهة اليمنى على الاختيار والانتظار. إذا الكرة لمن ستختار في آخر المطاف صاحب 3 نقاط اليوم من يكون؟ يمشي سين الدبير عن كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة ضائعة لم تقدم جديدة. هنا السير دقيقة مرات
18 دقيقة من درجة الجولة الثانية، النتيجة على حالة 1-0. إيقاع الجولة الأولى، محاولة مرة ثانية، تحضير على مستوى خط الوسط، بناء العملية الهجومية. تحضير من جديد، والحكم يقول الملكة مخالف. ملعوبة على مستوى خط الوسط، جون الفريق يوسف الفرشيد، الأداء يبقى على حاله انتظار أن تعرف هذه الدقائق المقبلة. حماسا على المستوى الخط الأمامي، وبلغ الفيلم جود والفريق يقول كرة ملعوبة بشكل ممتاز، برشيد نحو تعديل الكفة، والجديد نحو إضافة هدف آخر. كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الأمامي، التحضير وإبعاد الخطورة، وفي آخر المطاف تعود لتكون هجمة مرتدة مضادة، انطلاقة في خط الوسط، إبعاد الكرة لجردو، اختيار الجهة اليمنى، والانطلاقة من جديد لصنع راسه فريق الدفاع الحسن الجديدي. ملي قرناس يبقى حضور مهم جدا على مستوى خط الوسط، شوفوا المحاولة، شوفوا طريقة المراوغة في آخر المطاف، تمشي في اتجاه التماس، إصرار ورغبة جميع حملة لتسجيل هدف آخر في هذه المباراة. كرة ممتازة، تمريرة لم تكن بشكل مناسب، بناء العملية الهجومية، مصوبة، مصوبة يلعب كرة أمامية ممتازة ممتازة، وذلك تعطي من جانب الدفاع إنقاذ الموقف وإبعاد الخطورة. محاولة مرة ثانية، انطلاقة على مستوى خط الأمامي، شوفوا هنا انطلاقة، كرة من جديد، ضغط كبير من جانب فريق يوسف الفرشيد، حاولوا ما كان ضغط الكرة داخل منطقة الجزاء، هدف، هدف سعيد غرادة، يضع الكرة في المرمى، هدف التعادل من جانب فريق يوسف الفرشيد. لا ييأسون، لا ييأسون بالمرة، يواصلون الزحف ويواصلون المسيرة لتحقيق الأهم والأهم، وتسجيل الهدف. كرة ملعوبة ميليمترية وراسية لطويل القمة لبرج المراقبة بامتياز سعيد غرانا، كرة مميزة داخل منطقة الجزاء الراسية بديعة، هدف يأتي في هذه اللحظات، مولينال بذلك عن التعادل، التعادل في هذه اللحظات سيشعل ما تبقى من عمر هذا اللقاء، ودن على ما يبدو، على ما يبدو تغيير في صفوف فريق الدفاع الحسن الجديدي، يتم إقحام خالد الطاهري، خالد الطاهري يسعد الدخول ويغادر رقعة الميدان عبد الفتاح حدراف. دقيقة 66، كرة ملعوبة مرة ثانية مع الدبي،
يأتي الهدف من جانب غرانا. 1-1 هي النتيجة المسجلة في هذه اللحظات. التعادل هل يكون عادل؟ كرة من جديد إن كان يتلقى اختراق ودخول داخل منطقة الجزاء. الحارس المكان مناسب إمكانية للوصول للكرة بشكل خاطف وسريع كان وارد من كريم الهاشمي. إننا تغييرات في ظهور فريق يوسف يصبح في دولة حد الكرام. انطلقت رفقة زكريا فاتي دخل مكانه عند الصمد النيابي يعني ثم غادر محمد السولي ودخل مكانه طوبيو كوليبالي. بالنسبة لفريق الدفاع الحسن الجلدي لزادت الانتظارات والتطلعات لمعرفة كيف سيكون السيناريو بعد مغادرة عبد الفتاح حدراف ودخول خالد الطائري. كرة ملعوبة مباشرة في اتجاه تماس. محاولة لبناء العملية الهجومية الآن من جانب فريق الدفاع الحسن الجديدي. النتيجة مسجلة 1-1. ردة فعل فريق الدفاع الحسن الجديدي تأتي عن طريق صوفا من جهة اليمنى. ينزل كرته بالصادرة. محاولة المرور بعتلو. كرة في التماس من الكابتن العميد مالك الناس. تعود مرة ثانية لتكون هجمة مرتدة مضادة. تبريد خاطئة. كرة أمامية في اتجاه ترحبي بعيدة ليبان الشيء. كبح لفرامل الانطلاقة الهجومية كان بإمكانه أن يوصل الكرة الأخيرة. كرة تعود هجمة مرتدة مضادة محاولة الانطلاق. يمكن الانطلاق الوصول للكرة بإمكانه أن يكون واردا. هذا هو التغطية مع الاستمرار والمتابعة من طوبيو كوليبالي. هدودي وطوبيو في آخر مطاف. الكرة في اتجاه تماس. طوبيو كوليبالي إيفواري عفة الجديدة انتقل للجيش الملكي وبعد على يوسف برشيد. هذا هو المسار لطوبيو لكوليبالي. كرة للدفاع ليا قردوم يحافظ على كورتو. اختار الجهة اليسرى. محاولة هجومية الآن انتظار والتطلع والمراقبة. مراقبة من الخلف. نادي قناص مرور ممتاز. نيمار يرفع كرة لا يختار رفع الكرة في آخر مطاف. كرة داخل منطقة الجزاء. محاولة ممتازة رفع الكرة داخل منطقة الجزاء بعد عمل التصويبة. تغيير التصويبة نحو حسن المعنان. إنزال داخل منطقة الجزاء. الحكم يقول ما كانش هناك شيء. كان تدخل على الكرة فقط. كرة ملعوبة أمامية. الإنزال في آخر مطاف. تضيع في الشاشة اليسرى. محاولة المرور بناء العملية الهجومية على مستوى خط الأمامي. فرصة للاستخلاص لكن أرحبي في المكان المناسب. قوة بدنية رائعة لأرحبي يستغل ويوظف بشكل ممتاز على مستوى خط الميدان. طوبيو كوليبالي للمنقذ بسعيد. للمنقذ السعيد سعيد اسم سعيد غرادة. عنوان التعادل في مباراة اليوم حامل رقم 7 من صفوف الفريق فريق يوسف يزهر. يغادر رقعة الميدان هشام التاي صاحب الانضام ويدخل أشرف مرزاق. أشرف مرزاق إذن سيدخل لرقعة الميدان. أشرف مرزاق اللاعب السابق للولادة الرياضية الفاسي الجيش الملكي قبل أن يعرج ليوسفية برشيد ليكون رفقة فريق اليوسفية. هشام التايك إذن هو من يغادر رقعة الميدان. هشام التايك لعب قوي لعب السابق لأولمبيك مراكش عند عام سابقا ثم الكوكب الرياضي المراكشي. هذه إذن هي التغييرات من جانب فريق الدفاع الحسن الجليدي. كان هنالك جوناثان إيفاسو يدخل مكان بلال مغري. جوناثان يا جوناثان هذه من جمهورية الكونغو. جوناثان كرة ملعوبة من جديد. محاولة تعود هجمة مرتدة مضادة. هنالك بصوفة على مستوى خط الأمامي العام مقروءة
بشكل جيد يتم قطعها للمحاولة. وأشرف مرزاق قام بالدورة الدفاعي، تعود الكرة مرة ثانية لتكون عند كردو، يغير الجهة اليسرى، بناء العملية الهجومية الآن، المحاولات بين الطرفين مع تسجيل بناء العملية الهجومية بشكل ممتاز في آخر مطاف إلى خارج أرضية الميدان، لم تقدم أي جديد، السيناريو يظل على حاله، يبقى المشوار والرهان والعنوان والتعادل بين الطرفين، وكأن الجولة رقم 15 انطلقت في المباراة الأولى بالصفر مقابل صفر، عرجت على هدفين داخل كل مرمى، والآن في المباراة الثالثة واحد الواحد. أن العنوان البارز هو التعادلات، العنوان البارز هو التعادلات. ضربة خطأ الكرة الثالثة في هذه اللحظات، هل يمكن أن تحمل جديد؟ كرة داخل منطقة الجزاء، هدودي هدودي، رأسية ممتازة، محاولة ممتازة، كرة من جديد ملعوبة داخل منطقة الجزاء، التغطية التغطية تعود مرة أخرى لغردوم، يلعب كرة أمامية ولكن لم تحمل الجديد، تعود مرة أخرى لتكون لصالح فريق يوسف البرشيد، الهجمة مرتدة من ضربة الجزاء اليمنى فريق تماما، يختار كرة بخارج القدم لكن لم تقدم أي جديد. نشوف هنا اختراق مجموعة من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، شوف هنا لقطة اللي كان فيها الاحتجاج، كرة ملعوبة على مستوى الخط الأمامي، فرصة من أجل المرور، غادرات ما غادرات، الحكم يشوف على أنها غادرات، الخط الجنوبي للملعب، الحكم يشوف على أنها غادرات، الخط الجنوبي للملعب، الفريقان قدما كل ما لديهما في هذه المباراة في هذا الأداء. نزلنا نترقب وننتظر، كيف ستكون الأمور؟ خطأ كرة في داخل منطقة الجزاء، فرصة ممتازة لصي، هدف هدف يعيد دفاع الحسن الجديد لقيادة هذه المباراة، هدف مهم جدا، راسية بديعة خاطفة والكرة مباشرة في المرمى، نعم نعم إنه السيناريو الذي يحدده كل عاشق لفريق الدفاع الحسن الجديد. يتألق رجل الذهاب اليوم، يتألق رجل الذهاب اليوم، ومن غيرك يا دبي، ومن غيرك يا ياسين، سجل الهدف الأول وعاد من جديد يسجل الهدف التالي، كرة ملعوبة بشكل ممتاز، راسية خاطفة وفي المرمى مستقرها، حسين معلن في الأسيست في كرة الهدف في التمريرة المميزة، وياسين دبي يكمل الكرة الوادية ويضع في المرمى معلنا بذلك عليه هدف، هدف مهم، هدف مهم من جهة فريق الدفاع الحسن الجديد، وزن ذهب، هدف وزن ذهب وسجل ذهبي، كرة من جديد ليوسفية برشيد، الفريق الذي لا يستسلم، الفريق الذي لا يستسلم، كرة تعود عقدي، محاولة من جديد خط الأيمن، يمكن البناء العملية الهجومية الآن
مع انكريش الانطلاق والاختراق والدخول قريب من الحكم في الجزاز يقول ما كاينش ما كاينش. تعود مرة ثانية تأخير مرة أخرى هاي تروح بضاعة أمام تدخل الدبي أمام تدخل ياسين يلفت الأنظار له الكلمة والقرار ياسين الدبي اليوم غير اليوم راح رجل المباراة بامتياز صاحب هدفين مهمين قويين ووزنه مذهب كرة من هو هذا مضى عن الجال يسرى بناء العملية الهجومية ودخول داخل منطقة الجزاء محاولة ممتازة كرة شميلة كرة شميلة ملعوبة بشكل ممتاز مدروسة ولكن الدفاع تام بالحراسة على المنطقة الدفاعية مشوار مهم إذا سنتابع كيف سيتم التعامل مع الدقائق المقبلة من عمر هذه المواجهة صوفا فرصة حاول من جديد لمس خط الوسط رفع الكرة ومباشرة في اتجاه تماس تغيير ياتي في هذه المرحلات تغيير ياتي في هذه المرحلات من جنوب فريق الدفاع الحسن الجديدي باكاري بياي باكاري بياي يدخل مكان ياسين الدهبي ياسين الدهبي مسجل هدفين في هذه المباراة وباكاري بياي اللاعب القادم من موريتانيا 21 سنة طموحات كبيرة لقيمة تقديم جرعة إضافية كرة ممتازة راسية ومحاولة التسجيل هذه كانت خطيرة هذه كان بإمكانها تحمل جديد هذه كانت خطيرة وكان بإمكانها تحمل جديد نعم مسجل الهدفين في هذه الإعانة مشاهدي الكرام من مخرجنا اليوم سليم نور وباقي الزملاء وعلى زميل الوادي نعم المحاولات قوية والإصرار كان كبير ونفس الشخص نفس الاسم ياسين الدبي يضع كرة في الشباك مرتين ثلاثين قبل أن يغادر رقعة ميدان فاسحا المجال لباكارين بيعي كرة من أولا على المستوى خط الوسط بناء العملية الهجومية يمكن أن الانطلاق البحث عن التمرير الجانبي ولكن في آخر مطاف جي الكرة من جانب عناصر فريق يوسف ياس برشيد اصطدام اصطدام شوفوا التدخل
كرة ملعوبة مرة ثانية على مستوى الخط الأيسر، محاولة لرفع الكرة من جهة سعيد جرادة، هجمة مرتدة متضايدة ورحبي ينطلق من الجهة اليسرى مع محاولة للاختراق، نعم ممتازة الكرة داخل منطقة الجزاء، تعود لتكولي طوبيو، طوبيو كولي بالي، كولي بالي ممتاز في محاولتين اثنتين، الإنزال والتحضير، اختيار الجهة اليمنى هذه المرة، ثم البحث عن كرة جانبية، هنالك تغطية، تعود مرة ثانية لصالح فريق يوسفية برشيد. تحضير الآن على مستوى خط الوسط، إمكانية الآن لاستفادة من هذه العملية الهجومية، هل يمكن أن تحمل جديد؟ كرة ملعوبة ممتازة، جرادا تمريرة جانبية ولكن في آخر مطاف، الحكم يشوف أن الكرة غادرة خط خلفي الملعب، كرة في خط الوسط، مشوار مستمر في 6 دقائق المتبقية لمعرفة من بإمكانه أن ينهي تفاصيل هذه المواجهة، التحضير والتغطية، تعود مرة ثانية كرة جهة اليسرى، كرة من جديد والاعتماد على الهجمة المرتدة مضادة، تصويبة قوية جدا والحارس نجم حسن، حقيقة التصويب طوفيو كوليبالي أصلي من جنب الحارس، كرة من جديد، تحضير في خط الوسط، ثانية ثانية استفادة من الكرة من جنب جرادا، يلعب كورتو، حاول بالصدر، الفرص مستمرة والمحاولات بإمكان أن تقدم جديد، كرة من الجهة اليمنى، سجل هدف قبل هدف واحد، ياسين الدبي يمضي على هدفين حاسمين قويين فيما من جانبه فريق يوسف برشيد يحاول التعامل مع 4 دقائق المتبقية وقال بمعطى أحسن وأفضل،
كرة ثابتة والإعداد والاستعداد. كرة تنفى تصويبة قوية تصطدم الجدار البشري تعود من هيتو رحبي ضيعاج ومرتدى مضادة هذه المرة الجهة اليسرى الانطلاقة من جنة فريق دفاع الحسن الجديدي عن طريق جوناثان يفسو يحافظ على كورتو جوناثان يفسو من جمهورية الكونغو نادوا الجيد لحد الساعة في التماس ومن يستفيد منها هذا قرناس يحاول يرفع الكرة تلعب بشكل مميز على مستوى الخط الأمامي تحذير مرة أخرى مشهد الكرام كرة من جديد ملعوبة داخل منطقة الجزاء راسية كرة نازلة داخل منطقة الجزاء مع الخطورة في اتجاه مصوفا أمام مجموعة من اللاعبين قرناس كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط تعود لسعيد غرادة ضغط مستمر من جهة فريق الاستاذ برشيد للعودة في نتيجة مباراة اليوم الحكم يقول ما كانش هناك شيء يقول انه كان بحث عن الخطا اكثر مما كان هنالك بحث لاتمام العمليه والتعامل مع مباراه اليوم بواقعيه ايتم عينه يلعب كورتو جهه اليمنى فرصه مستمره متواصله محاوله رفع الكره من جديد داخل منطقه الجزاء محاوله ممتازه ما خرجتش سعيد غرادة يحاول كورتو يحاول اختراق يحاول يدخل داخل منطقه الجزاء تصويب ولكن هنالك تغطيه نعم التغطية بصوفا يحافظ على كورتو 3 دقائق هدف الحكم كوقفة ضائعة 3 دقائق ويحسم سيناريو مباراة اليوم بين الطرفين بعد انقضاء الوقت القانوني من عمر هذه المواجهة بصوفا ينطلق من الجهة اليسرى محاولا التحقيق تمريرة مميزة فرصة والخطأ الحكم يقول ما كاينش هناك شيء يعطي حق المتابعة والإسبقية كرة ملعوبة على مستوى الخط الأمامي وفي آخر مطاف تعود لصنع نص الفريق دفاع الحسن الجليلي يحاول ربح الوقت بالتمريرات القصيرة بين اللاعبين فيما فريق استاذ برشيد مسابقة زمان للعودة في النتيجة في مباراة اليوم هذه هي لثلاث نقاط أما اقتصام النقاط نقطة لكل فريق هيثم عينة ضاعت له وتدخل من جنب عناصة فريق دفاع الحسن الجديد في اتجاه صوفا كرة ضايعة تمشي مباشرة في اتجاه تماس ينفذ تماس بشكل سريع والتحذير مرة أخرى يمكن رفع الكرة داخل منطقة جزاء فريق دفاع الحسن الجديد اعتماد على مهارة لاعب توفي وكوليبالي عبد الخالق ايتو رحبي يختار الجهة اليمنى حركة المباراة في هذه الثواني الأخيرة والدقائق الأخيرة بالأخص هنا فرصة هنا المحاولة هنا يترك هيثم هيثم عينة لحفاري أو هيثم عينة قام كورة ممتازة عند الصمد الياني تصويبة قوية ولكن نعيد كل البعد في محاولة لمباغتة الحارس اللي كان خارج من مرمى ببعض سنتيمترات من هذا الخطورة أيضا أمين أبو الفتح يلعب كرة
يقسم خط الوسط والاعتماد على الكرة العالية والطويلة. كرة مرة ثانية لصالح فريق يوسف برشيد، تحقيق هدف التعادل مطمح يوسف برشيد في هذه اللحظات. حفاري يحافظ على كورته، يختار الجهة اليمنى، كرة مرة ثانية لعناصر فريق يوسف برشيد، ولكن هنالك خطأ على مستوى التمرير. مرت دقيقتان ونلعب دقيقة ثالثة فيما تبقى من عمر الوقت البدل ضائع على اعتبار ان الحكم ضاف ثلاث دقائق. هي ثواني، إذن 10 ثواني ويصدر الصفار. اعتقد ستكون اخر لمسة باقدام حارس مرمى دفاع الحسن الجليدي سفيان بن رحو. مباراة عنوانة دفاع الحسن الجليدي، الدفاع الحسن الجليدي عرف كيف يتعامل مع هذه المباراة. سمير قزاز يشوف من الحارس كان يريد تضييع الوقت. كرة تسير في خط الوسط الآن، تحضير من جديد عناصر فريق الدفاع الحسن الجليدي بناء العملية الهجومية. كرة ملعوبة والحكم يدخل ويقول نهاية هذه المباراة. أيها الأحبة الكرام، انتصار دفاع الحسن الجديد داخل قواعد على حساب فريق يوسف برشيد في مباراة قوية مثيرة بين الطرفين. شكرا لكم، أنا حسن المعين ومتابعة، نلقاكم في قلب المواعيد الرياضية. إلى اللقاء. تغيير بعد الماكينة ديال الحلاقة العادية بجيلات بلوتوكس وحدة.